السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمد عطية من الأجهزة الأناتومي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن توتوريال رقم 2، توتوريال سهل بإذن الله، هنتكلم فيه عن اللمبر والساكرال بلكسوسز. هو يعني النهاردة يعني المحاضرة كلها تجميعات بإذن الله، فإن شاء الله يعني كده هتبقى سهلة. هات بس معاك كوباية شاي حلوة كده وورقة وقلم، ولما أقول لك اكتب حاجة تكتبها، عشان في بعض الحتت كده هتحفظها هتحل لك بقية التوتوريال خالص. تمام كده؟ طيب ابدأ بسم الله. أول حاجة عايزين نراجع شوية حاجات قديمة. لو فاكرين ده السباينال كورد، ماشي، كان عندنا فيه منه 5 لمبر سيجمنت و5 ساكرال سيجمنت. طيب المهم، اي سيجمنت من السباينال كورد بتكون عامله ازاي؟ بتكون عندنا فيها ليها دورسال روت وفنترال روت، ماشي، يتجمعوا مع بعض ويدوني ايه؟ السباينال نيرف بتاعي. السباينال نيرف ده بقى نفسه بيتقسم لحاجتين، لفنتر دورسال ريموس ناحيه ورا وفنترال ريموس. كل اللي انت انسى الدورسال ريموس ده خالص، كل اللي يهمني هو الفنترال ريموس، عشان هتسمع الكلمه دي كتير النهارده. تمام؟ طيب في حاجه كمان بقى هنتكلم عنها النهارده، هي اسمها الروت فاليو. ايه الروت فاليو ده؟ لما اقول لك مثلا الروت فاليو بتاع الاليو هايبوجاستريك نيرف جاي من L1، يعني ايه الكلام ده؟ بص، ده السباينال كورد، ماشي، واللي مليان سيل بودز. فاكرين الخليه العصبيه اللي كنا بنسمعها في الثانوي؟ كان ليها سيل بودي وليها اكزونز. السيل بودز دي موجوده فين؟ موجوده في السباينال كورد. طيب والاكزونز موجوده فين؟ قال لك الاكزونز هي اللي بتكون النيرف في الاخر. يعني النيرف ده عباره عن مجموعه من الاكزونز، الخليه بتاعتهم دي هي موجوده فين في السباينال كورد. لما اجي اقول لك الروت فاليو بتاع نيرف معين، انا قصدي بيها ايه؟ انا قصدي بيها ان الاكزونز دي جايه منين. يعني مثلا لو قلت لك في نيرف الروت فاليو بتاعته L1 و2، يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيل بادز دي موجوده بعضها في L1 وبعضها في L2 عشان يكونوا لي الايه؟ النيرف ده. تمام؟ طيب معلومات قديمه، نخش بقى في الكلام اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. اول حاجه لامبر بلكسس. لامبر بلكسس عايز اعرف هي بتتكون ازاي، عايز اعرف البرانشات بتاعتها، وعايز اعرف ديستريبيوشن اوف برانشز، يعني مثلا L1 هتدي ايه وL2 هتدي ايه وهكذا، وعايز اعرف خروج البرانشز دي بيبقى عامل ازاي. طيب الكلام سهل باذن الله. اول حاجه الفورميشن، بيقول لك اللمبر بلكسس دي بتتكون جوه عضله السوس ميجور ماسل. جواها ازاي يعني يا محمد؟ بص شايف ده؟ دي اسمها ايه؟ سوس ميجور ماسل. شايف لما لو جبنا مشرط وقعدنا نقطع فيها كده هتلاقي متكون جواها، جوه السبستانس بتاعتها، اللمبر بلكسس. تمام؟ طيب ربنا خلق اللمبر بلكسس ليه؟ قال لك اللمبر بلكسس ليها 3 اهداف. انها اول حاجه بتنرفيت الماسلز بتاعت 3 اماكن، اللي هي ايه؟ اللي هي البوستيرور ابدومينال وول، دي رقم 1، واللور بارت اوف انتيرور ابدومينال وول، دي رقم 2. تالت حاجه شير الساكرال بلكسس، يعني بتشارك مع الساكرال بلكسس دي في انها تعمل سبلاي للور ليب. يبقى احنا كده اول حاجه، اول معلومتين عرفناهم ان هي متكونه جوه السوس ميجور. تاني حاجه انها ليها 3 اهداف، انها بتغذي عضلات البوستيرور ابدومينال وول وعضلات اللور بارت اوف انتيرور ابدومينال وول وعضلات اللور ليب بمشاركتها مع الساكرال بلكسس. تمام كده؟ طيب تعالوا نتكلم على الفورميشن بقى، نشوف هي اتكونت ازاي او التفاصيل بتاعتها. اول حاجه هي اتكونت عن طريق الفنترال ريماي. فاكرين الفنترال ريماي؟ تمام، بتاعت L1 و2 و3 بس. قال لك لا استنى، والميجور بورشن اوف فنترال ريموس اوف L4. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي L4 ده في فنترال ريموس، صح؟ تمام، في جزء كبير منه بيشارك مع اللمبر بلكسس، في جزء منه لا. تمام كده؟ خلاص، يبقى مش L4 كله معايا، لا، ده جزء كبير منه بس. يبقى كده الفورميشن بتاعتها فورمد باي فنترال ريماي اوف L1 و2 و3 بالاضافه ليه الجزء الاكبر من الفنترال ريموس بتاع L4. تمام؟ طيب يعني لو افترضنا ده الفنترال ريموس اهو بتاع L1 و2 و3 ومعظم الفنترال ريموس بتاع L4، لكن في جزء مش معايا. خلاص كده؟ بالمناسبه عايز اقول لكم حاجه، ان شايفين الجزء ده مع اللمبر 5 بيدوني ايه؟ حاجه اسمها لامبو ساكرال ترانك، هتكلم عنه كمان شويه، احفظ بس اسمه دلوقتي. خلاص؟ طيب تعال بقى نشوف الشبكه دي كده اتكونت ازاي واحده واحده معايا، ولما اقول لك اكتب تكتب، ما تكتبش دلوقتي حاجه. اول حاجه لو افترضنا ده الفنترال ريموس بتاع L1 L2 L3 L4، جزء طبعا كبير منه لكن في جزء اللي هو ده مش معايا. خلاص؟ طيب بص يا سيدي، اول حاجه كده مبدئيا L1 ده بيتقسم لبرانشين، ابر ولور. خلاص؟ طيب الابر بيديني اليو هايبوجاستريك واليو انجواينال. طبعا الاسامي دي النهارده هنتكلم عنها، ان الفات دي هنتكلم عنها كاسامي فقط كده، لكن احنا خدنا تفاصيلها قبل كده. اليو هايبوجاستريك، اليو انجواينال. تمام. طب واللور برانش بيديني ايه؟ قال لك اللور برانش بمشاركته مع لمبر 2 هيديني جينيتو فيمورال نيرف. يبقى كده تاني L1 اتقسم لحاجتين، الفنترال ريموس بتاع L1 اتقسم لابر ولور. ابر يديني اليو هايبوجاستريك اليو انجواينال. طب واللور؟ قال لك بيجي له برانش من الفنترال ريموس بتاع L2 ويديني ايه؟ جينيتو فيمورال نيرف. جينيتو فيمورال نيرف. تمام. طب بقيت L2 ما هو احنا خدنا برانش من L2، طب فاضل جزء كبير من L2 وL3 والجزء بتاع L4 دوت يعملوا ايه؟ قال لك بيتقسموا لفنترال برانش، يعني برانش ناحيه قدام شويه، ودورسال برانش.
يبقى كده ال L2 بقيت L2 و L3 و L4 هيتقسموا لفنترال ودورسال. طيب حلو، قالك الفنترال بيريحوك خالص ويتحدوا مع بعض الثلاثه ويدوني نيرف كبير اسمه اوبتيوريتور نيرف. اسمه ايه؟ اوبتيوريتور نيرف. يبقى كده الفنترال اتحدوا معايا وادوني اوبتيوريتور نيرف. تمام. طيب في نيرف كمان اسمه اكسسوري اوبتيوريتور، هو اصلا اسمه اوبتيوريتور بس يعني اكسسوري، ممكن يبقى موجود وممكن لا. طب لو موجود هيطلع منين؟ قال لك برضه هيطلع من الفنترال برانشز دول بس بتاع L2 و3 و4. قال لك لا، هو صغير فبياخد من L3 و4 بس. خلاص كده، يبقى انا كده عندي الشبكه دي اتكونت ازاي دلوقتي اهو. يبقى كده قلنا L1 ابر ولور، الابر يديني جينيتو فيم، اسف اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال، واللور بيديني بياخد برانش من L2 ويديني جينيتو فيمورال. تمام. طيب يجي L2 و3 و4 يتقسموا الفنترال برانش ودورسال برانش. الفنترال الثلاثه بيتحدوا مع بعض ويدوني ايه؟ اكسسوري اوبتيور، اسف اوبتيوريتور نيرف. طيب يفضل عندي اكسسوري اوبتيوريتور، لو موجود هيطلع منين؟ قال لك برضه هيطلع من الفنترال برانش زي اخوه بس مش منهم الثلاثه، لا ده صغير هيطلع من ثلاثه واربعه بس، اللي ثلاثه واربعه. تمام كده؟ طيب حلو، تعالى ناخد الدورسال برانش نشوف الاخضر ده هيعمل ايه. بص يا سيدي، ادي نفس الكلام اللي احنا قلناه بس هنتكلم النهارده عن ايه؟ عن السلايد دي، عن ايه؟ عن الدورسال برانش. قال لك الدورسال برانش بتاع L2 و3 و4 بيتقسموا ل سمول برانش ولارج برانش، يعني الدورسال برانش ده نفسه هيتقسم لحته صغيره وحته كبيره. الحته الصغيره بتاعت L2 و3 بتديني ايه؟ بتديني lateral cutaneous nerve of thigh. يعني واحده واحده، lateral cutaneous nerve of thigh طبعا من اسمه انت عرفت هو بيعمل ايه. خلاص ده رايح للثاي من ناحيه اللاترال السكين بتاعها، مش مهم هو بيعمل ايه دلوقتي. يبقى كده الدورسال برانش ده بيتقسم ليه؟ حته صغيره وحته كبيره. الحته الصغيره هتتحد مع بعضها في L2 و3 ويديني lateral cutaneous nerve of thigh. طيب الجزء الكبير هيعمل ايه؟ يتحد مع بعضه، يبقى بقيه البرانش بعد هو الجزء الكبير منه من الدورسال برانش دوت هيديني فيمورال نيرف، يديني فيمورال نيرف. تاني اللي حصل بقى هعيدها مره اخيره ما تكتبش حاجه، استنى في واحده احسن من كده جايه تاني. بص يا سيدي، ادي L1 L2 L3 L4، الاولاني يتقسم لابر ولور، الابر يديني اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال، طب واللور ياخد برانش من L2 ويديني جينيتو فيمورال. تمام كده؟ طيب L2 و3 و4 يتقسموا لي الفنترال برانش ودورسال برانش. طيب الفنترال برانش ده بيعمل ايه؟ قال لك بيجمعوا مع بعض ويدوني حاجه اسمها اوبتيوريتور نيرف، وفي اكسسوري اوبتيوريتور ممكن يبقى موجود من الفنترال برانش برده بس من L3 و4 بس اهو. خلاص تمام. والدورسال برانش هيعمل ايه؟ الدورسال برانش بيتقسم لجزء صغير يتحدوا مع بعض في L2 و3 ويديني lateral cutaneous nerve of thigh، وبقيه الدورسال برانش ده هيعمل ايه؟ قال لك يتحد مع بعض ويديني الفيمورال نيرف، يديني ايه؟ فيمورال نيرف. طيب جهز بقى ورقتك وقلمك واكتب معايا السلايد الجايه دي، بس افهم الاول وركز وبعدين هحكي لك تاني عشان تكتبها. تمام. ادي الفنترال ريموس بتاع L1 L2 L3 L4، اكتب نفس الستايل بس افهمها الاول. طيب L1 كان بيتقسم لابر ولور، الابر ده هيدي ايه؟ اليو هايبو جاستريك اليو انجوينال، طب واللور بيشترك منه بيجي له برانش من L2. خلاص كده، ويديني ايه؟ جينيتو فيمورال نيرف، جينيتو فيمورال نيرف. طيب بقيت L2 و L3 و L4 يعمل ايه؟ قال لك بيتقسم لفنترال ودورسال، فنترال ودورسال، فنترال ودورسال. طب حلو، الفنترال بتاع الثلاثة دول يعمل ايه؟ قال لك يتجمع مع بعض ويديني اوبتيوريتور. الفنترال الثلاثة فنترال يتجمعوا مع بعض يديني ايه؟ اوبتيوريتور. طيب ولو في اكسسوري اوبتيوريتور هيطلع منين؟ من الفنترال بتاع L3 و4، ما كتبتوش هنا المرة دي، زودوا انت. خلاص تمام. طب والدورسال؟ قال لك الدورسال بيتقسم لسمول برانش ولارج برانش وهكذا، ده دور سمول ولارج وهكذا، ده سمول ولارج. السمول بتاع L2 و3 يديني lateral cutaneous nerve of thigh، lateral cutaneous nerve of thigh. طب واللارج برانش يديني ايه؟ كبير قوي اللي هو اسمه ايه؟ femoral nerve، femoral nerve. خلاص كده. طيب حفظنا الحته دي، تعالى نعيدها تاني، اكتبها بقى ورايا واحده واحده بالوان، ويا ريت تبقى ايه مناسقه كده ماشي. الواحد داني ايه؟ upper ولور، اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال ده جاي من الابر، طب واللور بيشترك منه برانش من L2 ويديني جينيتو فيمورال. طيب الفنترال بعد كده الباقي يتقسم لفنترال دورسال، هنا فنترال ودورسال اهو، هنا فنترال ودورسال، دول يتحدوا مع بعض ويديني ايه؟ اوبتيوريتور ماشي. والدورسال يتقسم لسمول ولارج، سمول ولارج، سمول ولارج. السمول دول يدوني مع بعض ايه؟ لاترال كتينيس نيرف اوف ثاي، طب واللارج يديني ايه؟ فيمورال نيرف، يديني ايه؟ فيمورال نيرف. الرسمه دي لو حفظتها كويس وحفرتها في دماغك هتحل اللامبر بليكسس كلها، الجزء اللي جاي كله هيبقى استنتاج مش اكتر. بص يا سيدي، لما اقول لك ايه، بص طب تعالى نشوف الاول الصوره دي قبل ما اقول لك. الصوره دي فيها الايه؟ اللامبر بليكسس بقى يعني بالشكل بقى بتاعها. بص يا سيدي، هنا اهي عشان اشوفها اولا شلت عضله اسمها ايه؟ سوس ميجر، انا شلت دي عشان اقدر اشوفها عشان هي مستخبيه جواها. ادي اول حاجه L1 الفنترال ريموس بتاع L1 L2 3 ماشي L4. بص يا سيدي، اول حاجه L1 اتقسم لايه؟ لابر برانش
و lower branch. ثواني اجيب القلم عشان نعرف نوضح. بص ادي upper و lower. ال upper اتقسم لاثنين، ده وده، اللي هما الاليو هايبوجاستريك والاليو انجواينال. اليو هايبوجاستريك اليو انجواين. طب واللور؟ بص اللور راح فين؟ لقى فيه برانش جاي له من ال2 اهو، خلاص، واتحدوا مع بعض وادوني ايه؟ الجينيتو فيمورال نيرف، ده رقم 3. خلاص كده. طيب شايف بقيه ال2 اللي هو ده الجزء الكبير بقى، الجزء اللي فاضل مع ال3 والا 4، ايه اللي حصل؟ اتقسم ليه واحد ناحيه قدام شويه اللي هو الفنترال، لو بص عليه هتلاقيه ناحيه قدام، حتى بص هو قاطع اللي وراه، خلاص ده اللي وراه، يبقى ده كده اللي انا هعلمه بالاحمر، ده اللي قدام اهو، يبقى ده فنترال اهو وده فنترال، خلاص وده فنترال، ماشي. نمسح العك ده، يبقى كده في فنترال برانشز ودورسال برانشز، ماشي. تعالى نشوف كده، بص الفنترال عملوا ايه؟ ادي واحد واثنين، خلاص كده، وثلاثه. هتلاقي رقم سته ده مين؟ اوبتيوريتور نيرف اهو، جاي من اهو، فنترال ديفيجنز بتاعت الواحد واثنين، الاثنين قصدي، وثلاثه واربعه. طيب لو بصيت هتلاقي اللي هو رقم سبعه اكسسوري اوبتيوريتور نيرف اهو، اللي هو ده جاي منين؟ من الفنترال ديفيجن برضه، بس بتاع ال اربعه وال ثلاثه بس، الاثنين ما اشتركش معايا، ده اكسسوري صغير. طيب حلو الكلام، حلو الكلام. لو بصيت كمان في الرسمه دي هتلاقي فيه الدورسال برانش، فين الدورسال برانش؟ اهو الدورسال برانش اهو اللي ورا ده، خلاص اهو المستخبي ده، الدورسال برانش ده بتاع الاثنين وثلاثه واربعه، اشتركوا وعملوا ايه؟ عملوا الفيمورال نيرف، وفي منه حتتين صغيرين كده بنسميهم السمول برانش بتاع ال2 و3، اداني ايه رقم 4 اللي هو ايه؟ اداني لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي، يبقى لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي. يبقى انت عشان لو حفظت الحته السلايد اللي فاتت دي، خلاص كده، لو حفظت السلايد اللي فاتت دي هتلاقي فيه ايه؟ خلاص لو بصيت على الرسمه دي هتعرف تجيبها، تمام كده خلاص؟ يعني لو جاب لك الرسمه دي في الامتحان وقال لك وحط لك اي واحده من دول، خلاص كده تقدر تجيبها عن طريق انك تبقى حافظ الرسمه اللي انا سائل عليها من شويه، خلاص؟ تمام. دي موجود عندك في الكتاب، مهمه طبعا، الترتيب ده هناخده دلوقتي ما تقلقش. طيب تعال نشوف البرانشز، فاكر دي عشان اقول لك احفظها كويس، هستنتج منها البرانشز دلوقتي. ايه البرانشات؟ البرانشات ببساطه كده هي اللي متعلم عليها بالاصفر دي، ما في واحد ناقص معلش وزوده هنا، اللي هو اليو هايبوجاستريك. اول برانش بالنسبه لي هو ايه؟ الاليو هايبوجاستريك. طب لما اقول لك الروت فاليو بتاع اليو هايبوجاستريك، يعني ايه الروت فاليو؟ يعني جاي لك منين؟ جاي منين؟ طيب اليو هايبوجاستريك ده جاي منين؟ قال لك جاي من ال1. هل في حد من دول اداله حاجه؟ لا، هو خد ال1 بس. طب واليو انجواينال؟ قال لك نفس الكلام، من ال1 الاور برانش بتاع ال1. هل ال2 اشترك معاه؟ لا ما اشتركش، يبقى اليو هايبوجاستريك واليو انجواينال انت راسمهم في الرسمه قدامك جاي من ال1. طيب لو جيت قلت لك جينيتو فيمورال، لا لا ده اشترك فيه اثنين، ده كان اللور برانش بتاع ال1، خلاص كده اللور برانش بتاع ال1، سوري يا شباب، اللور برانش بتاع ال1 مع برانش جاي من ال2، خلاص كده اهو اداني جينيتو فيمورال. يبقى لو انت حافظ الرسمه واقول لك الجينيتو فيمورال طالع منين، هتقول لي اه ده طالع من ال1 وفي برانش جاي له من ال2 اهو، خلاص كده تمام، يبقى جينيتو فيمورال. تمام اللي بعده الاوبتيوريتور جاي منين؟ جاي، ارجع بقى بالرسمه لورا، جاي من الفنترال بتاع مين؟ بتاع ال2 و3 و4، يبقى الفنترال ديفيجن بتاع ال2 و3 و4. تمام حلو الكلام. طيب اللي بعده اللي هو مين؟ الاكسسوري اوبتيوريتور، مش موجود في الرسمه هنا بس انت فاكره بقى طبعا، طالع برضو من الفنترال بس بتاع مين؟ اللي 3 و4 بس، خلاص كده تمام. اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي، لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي طالع منين؟ طالع من الدورسال ديفيجن بتاع مين؟ بتاع ال2 و3، بتاع ال2 و3 اللي هو السمول برانش بتاعه، خلاص كده ال2 و3، يبقى الدورسال ديفيجن بتاع ال2 و3. طيب رقم 7 الفيمورال طالع منين؟ الدورسال ديفيجن برضو بتاع ال2 و3 و4، ال2 و3 و4. يبقى انت لو انت حافظ الرسمه دي هتطلع منها سبع برانشات، تخيل معايا هتطلع منها سبع برانشات، تمام؟ اللي هم مين؟ اول حاجه اهو اليو هايبوجاستريك طالع من ال1 اللي موجود هنا، اليو انجواين طالع من ال1 برضه، الجينيتو فيمورال طالع من ال1 و2، طيب والاوبتيوريتور طالع من الفنترال بتاع ال2 و3 و4، والاكسسوري اوبتيوريتور طالع من الفنترال بتاع ال3 و4، تمام كده؟ اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي طالع من الدورسال ديفيجن بتاع مين؟ ال2 و3، مالكش دعوه ب4 خالص، ال2 و3. طيب والفيمورال طالع منين؟ دورسال ديفيجن بتاع ال2 و3 و4 اهو، تمام؟ كل ده انا جبته من على الرسمه على فكره، عشان كده انا يعني بقرا لك بسرعه، عشان انا اصلا الكلام ده يعني هو استنتاج مش اكتر. طيب تعالى، في هل كده برانشات خلصت؟ قال لك لا، في برانشات تاني. اه بص يا سيدي، في برانشات بتخرج من البلكسس رايحه لمين؟ للمسلز. مين المسلز اللي اللمبر بلكسس بعت لها برانشز؟ قال لك بص، هما اربع حاجات. اول حاجه السوس ماينر،
والسورس ميجور. طب متخيل اصلا ان اللمبر بليكسس موجوده جوه السورس ميجور؟ فما اكيد هتعملها سبلاي يعني، يعني هيجيب لها نيرف من بعيد عشان يعملها سبلاي، هي ماشيه جواها وفوقيها سورس ماينور غلبانه. تمام كده خلاص، يبقى سورس ماينور ودي جالها برانشز من L1. يعني لو انا ضربت L1، لو انا بوظت L1 خالص مين هيحصل؟ مين هبوظ؟ سورس ماينور. طيب امال سورس ميجور؟ قال لك سورس ميجور واخده من L1 و2 و3، يبقى سورس ميجور كبيره واخده من L1 و2 و3. طيب في عضله كمان، في كوادريتس لامبورم، دي العضله المربعه دي كوادريتس لامبورم هنا كده اللونها الاخضر دي، يبقى L1 و2 و3 و4، مش اسمها كوادريتس يعني مربعه، يبقى واخده من الاربعه، 1 و2 و3 و4. تمام كده خلاص. اخر واحده هي الالياكس، ودي واخده بس خد بالك بقى من L2 و3 و4، يعني خدت من الديل من الاخر L2 و3 و4، عشان هي ناحيه تحت واخده من ناحيه تحت L2 و3 و4. يبقى كده لو انا قلت لك ماسكولار برانشز بتاعت اللامبر بلكسس رايحه لمين، تقول لي اول حاجه سورس ماينور، ماينور صغيره يبقى تاخد L1 بس، خلاص كده. طيب هي حتى شبه الواحد، يعني شبه مرسوم شبه الواحد. تمام. طيب السورس ميجور كبيره واخده من L1 و2 و3، بس في واحده اسمها كوادريتس لامبورم، كلمه كوادريتس كوادري يعني باللاتين يعني اربعه، كوادريتس لامبورم تبقى واخده من 1 و2 و3 و4. تمام كده. طيب والالياكس هي ناحيه تحت شويه واخده من 2 و3 و4. تمام كده L2 و3 و4 دي ماسكولار برانش. خلصنا. اخر حاجه صغيره هي وايت ريماي كوميونيكانس من الفيرست والسكند لامبر نيرفس. يعني ايه؟ قال لك L1 وL2 بيطلع منهم شويه برانشات كده عشان تجوين السمباسات الجانجليا. فاكر السمباسات الجانجليا دي عباره عن شبكه كده من الجانجليا موجوده حوالين الفيرتبرال كولن اسمها سمباساتيك تشين. خلاص كده اهي دي ال L2 و3 L1 و2 قصدي، بيبعتوا لها زي ايه برانشات كده كوميونيكيشنز، توصيلات عصبيه مالناش دعوه بيها ماشي، بيدوها برانشات بياخدوا منها برانشات كده اشارات عصبيه بتظبطها يعني. خلاص تفاصيلها طبعا هيبقى موضوع كبير قوي. يبقى كده خلصنا البرانشات بتاعت لامبر بلكسس. انت اوريدي هما 9، انت عارف منهم 7 من الرسمه اللي انت حفظتها، يبقى انت عارف منهم 7، هتضيف عليهم حاجتين ماسكولار برانشز ودول كام؟ 4. اول واحد السوس ماينور اهو، تاني واحد السوس ميجور اهو، وثالث واحده الكوادريتس لامبورم، واخر واحده الالياكس. تمام كده. تيجي بعد كده لوايت ماي كوميونيكانس جايه من الفيرست والسكند لامبر نيرفس ورايحه على الكورسبوندنج سمباثيك جانجليا. تمام كده خلاص. حد عنده اي مشكله؟ يبقى دي كده اللامبر بلكسس كايه؟ كبرانشز. يبقى البرانشز بتاعتها لازم تحافظ السلايد دي كويس قوي، طلع منها 7، هيفضل تحفظ بدماغك 4 بتوع الماسكولار برانشز اللي هم 4، واخر واحده اللي هي دوايت ريماي كوميونيكانس. تمام. طيب يا رب يكون بس الايه الكلام واضح. انا عارف ان الاسامي كتير وكلها داخله في بعضها، وانتم طبعا اكيد مش مذاكرين اللي فات كويس، بس يعني ايه معلش حاولوا تيجوا على نفسكم، هي اسامي كتير قوي بس والله لو ركزت واحده واحده وهاتها خطوه خطوه هتحفظها، لو بصيت ليها كده ككتله على بعضها هتبهدلك. طيب تعال نشوف الديستريبيوشن اوف لامبر نيرفس. يعني ايه بقى يعني ايه الجمله دي؟ انا مش فاهم برضه. بص معايا، فاكر الرسمه دي؟ مش انا قلت لك احفظ الرسمه دي هتحل لك كل حاجه؟ ما احفظهاش ليه يا ابني؟ طيب معلش عيدها احفظها بس وبعد تعالى. ادي L1 و2 و3 و4. انا عايز اقول لك نفس، عايز اقول لك البرانشز دي بس بطريقه معكوسه. يعني ايه بطريقه معكوسه؟ يعني عايز اقول لك اما اقول لك L1 دوت اداني ايه؟ L1 ده اداني ايه؟ هتقول لي ايه؟ قدامك في الرسمه اداك اليو هايبوجاستريك اللي معلش موجود هنا، واليو وينج واينل اداك دول بس. قال لك لا اداني جينيتو فيمورال نيرف كله، تقول لي لا ما اداهوش كله، ادى الفيرست روت اوف جينيتو فيمورال نيرف. يبقى لما اقول لك L1 يا محمد L1 اداك ايه يا محمد؟ تقول لي ايه؟ اليو هايبوجاستريك اللي كان هنا، اليو انجواينال، والفيرست روت اوف جينيتو فيمورال. يعني انا بقول البرانشات والله بس بطريقه عكسيه، يعني هو الكتاب عاملها كده، انا بقول نفس البرانشات بس بطريقه عكسيه، فانت لو حافظ دي هتحل اي حاجه. خلاص. طيب طب لو قلت لك السكند لمبر، قول معايا بقى، قول معايا ما تكسلش. لو قلت لك السكند لمبر يعمل ايه؟ تعال نشوف. بص ادي سهمه ماشي ناحيه الجينيتو فيمورال، ده السكند روت اوف جينيتو فيمورال نيرف. يبقى جينيتو فيمورال نيرف طالع بجدرين، جدر من L1 وجدر من L2، سهله يعني. خلاص. طيب ولما اقول لك L2 اداني ايه تاني؟ تقول لي والله ده هو ادى الفيرست، بص معايا ادى ايه بقى؟ ادى الفيرست روت اوف لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي، وادى كمان الفيرست روت اوف اوبتريتور والفيرست روت اوف فيمورال. لا مش فاهم مش فاهم مش فاهم. واحده 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 بالراحه، واحده واحده. تعالى يعني نتبع مسار L2 ونشوف راح فين. قلنا اول حاجه ادى ايه؟ ادى السكند روت اوف ايه؟ جينيتو فيمورال نيرف. تمام. لقينا كده في هنا في نيرف اسمه اوبتيوريتور واخد من L2 صح؟ اهو. يبقى ده الفيرست روت اوف اوبتيوريتور. لقينا في نيرف اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي برضه واخد من الاوبتيوريتور اهو. خد بالك اللاترال كوتينيوس نيرف طالع منين؟ طالع من الدورسال بتاع L2 و3. يبقى ده كده ايه؟ اهو لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي، يبقى الفيرست روت بتاع لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي. والفيمورال برضه نفس الكلام اهو. خلاص.
خد بالك ان الثلاثه دول واخدين من ايه؟ يعني الاثنين. بص انت فهمتني صح؟ سكند لمبر بيعمل ايه تاني؟ عشان انا اتلخبطت معلش. سكند لمبر بيعمل ايه تاني؟ واحده واحده، انا مش عايز تاني الفيديو، باذن الله هتفهموها. يعني الاثنين السكند لمبر، اول حاجه تاني ايه؟ الفيرست روت، السكند روت قصدي، بتاع جينيت فيمورال نيرف. تمام. طيب وبعدين؟ وبعدين اداني الفيرست روت بتاع الاوبتيوريتور اهو، والاثنين اهو مشارك في مين؟ بص، الفيرست روت بتاع اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي والفيمورال نيرف. تمام. طيب تعال نشوف ال 3 بيعمل ايه. بص ال 3 ده اداني السكند روت بتاع الاوبتيوريتور، خلاص كده اهو الروت الثاني، وكمان اداني السكند روت بتاع اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي اهو، ادي الجذر الثاني اهو طالع منين؟ طالع منين في الاخر؟ ال 3. واداني كمان السكند روت بتاع الفيمورال نيرف اهو، ماشي والله انا ماشي على الخريطه اللي انا رسمها. تمام. طيب ال 4 اداني ايه؟ قال لك بص ده اداني السيرد روت بتاع الاوبتيوريتور اهو، السيرد روت اهو، واداني كمان السيرد روت بتاع الفيمورال، خلاص. والا 4 خد بالك مش احنا اتفقنا ان هو بيشارك في حاجه اسمها الابر روت اوف لامبو ساكرال ترانك؟ ايه اللامبو ساكرال ترانك ده يا محمد؟ انت ما قلتليش عليه. بص يا سيدي، فاكر الرسمه اللي انا لسه موريها لك هنا؟ اهي، مش ده كان ال 4؟ خلاص، شايف الحته دي؟ جزء منه اهي صح؟ رايحه مع ال 5 ده، عشان يعملوا ده اسمه لامبو ساكرال ترانك، قلت لك هحكي لك عنه كمان شويه، خلاص كده؟ ده اسمه لامبو ساكرال ترانك، مالناش دعوه بيه دلوقتي، خلاص؟ طيب، بكده لما اقول لك ال 4 بيدي ايه؟ تروح قايل لي والله هعد لك من على الخريطه. بص يا سيدي، ال 4 اهو، راح مديني ده وده وده، مشيت كده لقيتني راح عند الاوبتيوريتور. بس خد بالك ده الروت التالت، ادي واحد اتنين، ادي التالت اهو، يبقى الثيرد روت اوف اوبتيوريتور. تمام. جينا بعد كده على ال ايه تاني؟ قال لك ده دورسال اهو، دورسال ده واحد كبير راح عامل على الفيمورال، يبقى ده مين؟ يبقى كده اللي هو الثيرد روت اوف فيمورال. هل له علاقه باللاترال كوتينيوس نيرف؟ لا ملوش علاقه. بص اللاترال كوتينيوس نيرف جاي منين؟ جاي من ادي روت اهو، جاي من ال 2، وروت اهو جاي من ال 3. اوعى تتلخبط والنبي الله يخليك. تمام. طيب واخر حاجه ايه الاربعه بيعملها؟ هو بيشارك في تكوين اللامبو ساكرال ترانك. تمام كده. طيب ترانك دي مكتوبه غلط. تمام، مفيش سي. ده بالنسبه للديستريبيوشن اوف لامبر نيرفس روزا بلكسس. طيب اخر حاجه عايزين نعرف البرانش دي تخرج ازاي من السوس ميجور. يعني ايه تخرج من السوس ميجور؟ هو مش انا قايل لك ان اللامبر بلكسس موجوده جوه السوس ميجور؟ قلت لي اه. طيب هتخرج منها ازاي بقى؟ بص يا سيدي تعالى نحفظ. انا عندي دي السوس ميجور اهي، خلاص كده، دي السوس ميجور. فين لاترال وفين ميديال؟ الفيرتيبرال كولم اهو، ادي ميديال وادي لاترال، وانا كده بص من قدام. لاترالي هرتب النرفات كده ورا بعض. بص اليو هايبوجاستريك اليو انجواينال، احفظهم كده، اليو هايبوجاستريك اليو انجواينال، وبعدين فين لاترال كتينيوس نيرف اوف ساي اهو، ثم فيمورال. يبقى الترتيب ده يتحفظ من فوق لتحت، لازم تبقى حافظ الترتيب. يبقى اليو هايبوجاستريك اليو انجواينال لاترال كتينيوس نيرف اوف ساي وفيمورال. تمام كده. طيب من الميديال بوردر يطلع ايه؟ اوبتيوريتور واكسسوري اوبتيوريتور مش موجود معاك في الرسمه، وكمان لامبو ساكرال ترانك. فين الكلام ده؟ انت مش شايفه على الرسمه ده. بص هيبان اكتر هنا الناحيه دي، انا شلت السوس خالص، بس الميديال بتاعها الناحيه دي. هتلاقي اوبتيوريتور اهو، ادي اوبتيوريتور نيرف اهو، والمفروض فيه اكسسوري اوبتيوريتور، بس هو رفيع ما بيبانش في الصور قوي. ماشي خلاص معاه، ماشي جنبه. وادي ده مين ده بقى؟ ده اللي جاي من ال 4 و 5 اهو، ده اللي هو اللامبو ساكرال ترانك اهو. ماشي خلاص تمام. خلاص كده، يبقى كده من الميديال، من الميديال بوردر ايه اللي بيطلع؟ من الميديال بوردر ايه اللي بيطلع؟ الاوبتيوريتور والاكسسوري اوبتيوريتور والايه؟ اللامبو ساكرال ترانك. خلاص تمام. امال من الانتيريور سيرفيس بيطلع الجينيتو فيمورال اللي هو ده، جينيتو فيمورال. اما يجيبوا لك في اي رسمه بص تلاقيه خارج من الانتيريور سورس، الانتيريور بتاع السورس، وتلاقيه راح مقسوم اثنين، عامل شكل 8 كده، رقم 8 اهو اللي هو ده، ده جينيتو فيمورال نيرف. ماشي يبقى كده في عندك لازم تبقى حافظ الترتيب. لاترال بوردر اول حاجه، اليو هايبوجاستريك اليو انجواينال ورا بعض، خلاص كده. ولاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي، ماشي، وفيمورال اللي هم مين من الاخر؟ هتحفظ اثنين اليو واللاترال كوتينيوس وواحد من الكبار اللي هم مين؟ الفيمورال. طب والناحيه الثانيه الميديا بوردر فيها الاوبتيوريتور والاكسسوري اوبتيوريتور، في اللامبو ساكرال ترانك. طيب والانتيريور سيرف طالع منه ايه؟ هو نيرف وحيد بس اسمه جينيتو فيمورال نيرف. ما عرفتش اسكمها على فكره، انا حاولت ما عرفتش، فيعني انت بقى لو لقيت تسكيمه حلوه اكتبها في الكومنتات. خلاص طيب كده خلصنا اللامبر بلكسس، مش عايز فيها حاجه ثاني بقى عشان ايه الوقت يعني. فانت لو في حاجه واقفه قدامك عادي، احنا كده اتكلمنا عن لامبر بليكسس، قلنا فيها تكوينها، قلنا برانشاتها، وان اهم حاجه الرسمه دي تحفظها زي اسمك. وعلى فكره هي تبدو ملعبكه، بس لو قعدت ترسمها مره واثنين وثلاثه واربعه وتحفظ اللامبر بليكسس بنفس الطريقه،
يعني انت اقعد ارسمها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره، هتلاقي نفسك. انا على فكره حافظها كده، يعني انا بسمع وانا حافظ الرسمه دي في دماغي، عشان انا اللي راسمها، وارسمها مره واثنين وثلاثه، تمام كده؟ فانت ارسمها برده هتلاقي نفسك بتذاكرها وخلاص. لكن تقعد تحفظ بقى البرانشات دي، وتقعد تحفظ ده بيدي كذا وده، لا والله ما هتتحفظ خالص، دي ما تتحفظش، واللي فاتت دي ما تتحفظش برده، البرانشات ما فيش غير الماسكر برانش بس هتتحفظ، لكن ده كله ما يتحفظش. والله احفظ دي هتحل لك كل الايه؟ اللامبر بريكسس، تمام؟ طيب الساكرال بلكسس باذن الله هتكون اسهل. يعني الساكرال بلكسس مكونه من ايه؟ الاربعه وخمسه واس واحد واثنين ثلاثه، انت لخبطتني معاك. هو ايه الاربعه ده بيشترك مع لمبر وساكرال؟ يا عم النيرف كبير يا عم، ويسام حبيب الف يدي اللمبر ويدي الساكرال بلكسس وهو حر، خلاص كده؟ طيب مش عارف بعدين اصلا، مش انا قلت لك في الاول ان اللمبر بلكسس بتاخد من الميجور بارت اوف ال اربعه؟ يعني بتخش من ال اربعه كله، يعني فاضل حته من ال اربعه هتنزل الساكرال بلكسس، ما تدقش بقى، تمام؟ طيب يبقى ال اربعه وخمسه واس واحد واثنين وثلاثه، تمام كده؟ خلاص؟ طيب هنتكلم برضه عن تكوينها، ازاي اتكونت وانتهت فين وايه برانشاتها، وربنا يستر. اول حاجه الفورميشن. بص يا سيدي، الفورميشن بتاع الساكرال بلكسس مكونه من اللامبو ساكرال ترانك. فاكروا ايه اللامبو ساكرال ترانك ده؟ يا ابني ده النيرف اللي جاي من ال 4 و5 اهو، فين ده؟ هتلاقي ادي شايف في واحد جاي لك من فوق كده، خلاص كده؟ واحد جاي لك من فوق هتلاقيه اللي هو اسمه لامبو ساكرال ترانك، ده جاي من ال 4 و5 بلس بلس ايه بقى؟ الفنترال ريماي بتاع اس 1 و2 و3 وجزء من اس 4، ماشي؟ خلاص؟ يبقى ده كده الايه؟ الفورميشن. طيب كل النيرفات دي هتجمع مع بعضها، هتعمل convergence كده، تتجمع وتقعد تخش في بعضها كده، وتكون الساكرال بلكسس اللي مش هتكلم عن تفاصيلها قوي. موجوده فين؟ قدام عضله اسمها البايريفورمز ماسل، شايف العضله دي؟ اسمها البايريفورمز ماسل، ماسكه في الساكرام، عظمه الساكرام دي، يبقى دي ساكرال بلكسس موجوده قدام عضله البايريفورمز، تمام كده؟ اللي هي دي، خلاص؟ طيب يبقى كده الفورميشن. يبقى الفورميشن انت عارف بس هي جايه منين؟ جايه من اللامبو ساكرال ترانك اللي هو واخد من ال 4 و5، وجايه من الفنترال ريموي بتاع اس 1 و2 و3 وجزء من اس 4، تمام كده؟ طيب التيرمينيشن، عارف والله ان الارقام تلخبط وكميه ارقام كبيره، بس حاول دايما تذاكر بالرسم، حاول تذاكر بالرسم بالذات في الحتت اللي زي كده، اعمل مخططات، اعمل خرايط، عشان خاطر هتقعد تحفظ جمل والله ما هتتحفظ. يعني الكتاب بتاعكم انا شفته، الله يكون في عونكم، الكتاب كاتب الكلام جمل، انت طبعا لو قعدت تحفظ جمل دي من هنا للصبح مش هتحفظها، ارسم خرايط وهتفتكرها في الامتحان ان شاء الله، ربنا يستر. طيب التيرمينيشن، اتفقنا انها بتنتهي عند ايه بقى؟ لسه ما اتفقناش والله، بس هقول لك، بتنتهي عند اللور بارت من الجريتر سياتيك فورامين. بص معايا، شايف ده البلفس؟ في خرم كده في البلفس هنا كده، خلاص؟ اسمه جريتر سياتيك فورامين، اسمها جريتر سياتيك فورامين، ماشي؟ بتروح جاي هنا كده وتروح خلاص كده، لا الساكرا بريكسس خلصت. طب خلصت خلاص يعني اتقطعت يعني ولا ايه؟ لا، قالك بتتقسم لبرانشز كتير بقى، خلاص كده؟ طيب ديفايدنج انتو، بص على الصوره دي كمان، ادي اهي الساكرا بريكسس اهي، تعالى اوريك الساكرا بريكسس كده مره ثانيه، قصدي ال هوريك اللي هي اللي اسمها ايه؟ الجريتر سياتيك فورامين. بص ادي الساكرا بريكسس موجوده فين؟ مكانها فين؟ ادي البايريفورمز ماسل، ماشي؟ الساكرا بريكسس مكانها هنا، خلاص كده؟ هتيجي عند ده جريتر سياتيك فورامين، دي جريتر سياتيك فورامين هنا، تيجي عند الحته دي وتروح خلاص تتقسم بقى. طيب تتقسم ليه؟ بص يا سيدي، تتقسم ليه؟ تيرمينال برانشز، وبرانشز تيجي من الفنترال سيرفيس بتاع البلكسس، يعني من ناحيه قدام شويه، وفي برانشز بتيجي من ناحيه ورا، خلاص كده؟ يبقى هي اتقسمت في الاخر لبرانشات تيرمينال، البرانشات النهائيه، وفي برانشز جت من الفنترال سيرفيس بتاع البلكسس، يعني من ناحيه البلكسس من ناحيه قدام، والدورسال سيرفيس بتاع البلكسس اللي هو من ناحيه ورا. طيب تعالى بقى ركز معايا برضو، المخطط ده لما اخلص وتفهمه هعيده لك تاني عشان تكتبه ورايا. تعالى نشوف التقسيمه دي، برضو التقسيمه دي مهمه هتفهمك الحته اللي بعدها او هتحفظك الحته اللي بعدها. تعالى نشوف البرانشز اكوردنج للاكزيت فروم ذا بلكسس. اول حاجه في برانشز خارجه من الروت، في برانشز بتخرج من الفنترال سيرفيس بتاع البلكسس يعني من ناحيه قدام شويه، وبرانشز بتخرج من الدورسال سيرفيس بتاع البلكسس، وبرانشز بتخرج من الاثنين، تلاقي في برانش ايه واخد حته من الفنترال حته من الدورسال ماشي مخلط كده، وفي برانشز اللي هي التيرمينال برانشز اللي هي البرانشات النهائيه خالص. يبقى من الروت، يبقى انت لازم تحفظ التقسيمه دي الاول، من الروت، من الفنترال سيرفيس، من الدورسال سيرفيس، من الاثنين ده وده، ومن التيرمينال برانشز بقى خلاص اللي هي التيرمينال برانشز. طيب نبدا اولا بالروتس، البرانشات اللي خرجت من الروتس، يعني من جذور البلكسس وهي لسه البلكسس بتتكون خرج منها برانشات، ايه هي البرانشات دي؟ اول حاجه النيرف 2 باي ريفورمز، نيرف 2 باي ريفورمز، اسمع هتسمع كميه اسامي دلوقتي بس ركز معايا، نيرف 2 ليفيتور ايناي، ماشي، نيرف 2 اوكسجيس، تمام، نيرف 2 اكسترنال انال سفنكتر، تمام، بلفيك سبلانكينك نيرف، ايه بقى الكلام ده كله؟ انا مش فاهم حاجه.
بص على راجل انت واخدها ان شاء الله قبل كده يعني، بس انا هوريها لك عشان لو انت ما خدتهاش. بص معايا، في عضلات في قاع الحوض كتير ماشي، او في عضلات في الحوض كتير، انا مش هيهمني بقى تفاصيلهم والكلام ده كله، بس اللي عايز اقوله لك ان الساكرا فيكسس موجوده هنا صح، خلاص الروتس بتاعتها بتبقى موجوده الناحيه دي، يطلع منها برانشات تدي ايه بقى؟ تدي اول حاجه تدي عضلات زي البايريفورمز اللي هي اصلا ماشيه قدامها تمام، ادي اول عضله اللي هي سوري اللي هي البايريفورمز تمام، والليفيتور ايناي عضله كده اللي هي الليفيتور ايناي دي اللي هي عضله في قاع الحوض اهي، فين ادي الليفيتور ايناي، واحده يمين وواحده شمال على صحيح، والاكسترنال انال سفنكتر اهو ده اللي هو ال خدناه في الجي جي تي، اكسترنال انال سفنكتر يبقى الليفيتور ايناي والاكسترنال انال سفنكتر والبايريفورمز، في حاجه تاني وعضلات الكوكسيجيس اهي كوكسيجيس، خلاص كل دي عضلات في الحوض تمام كده، كونك بقى مش عارف العضلات دي فمش مشكلتي بقى، مش هقدر اشرح لك العضلات دلوقتي خلاص، فهي اسامي كتير والله انا عارف، بس هو المفروض التوتوريال ده بيبقى تجميع يعني، يبقى اهو البايريفورمز ليفيتور ايناي كوكسيجيس اكسترنال انال سفنكتر. طب فاضل واحد ما قلتليش عليه، بيلفيك سبلانكينج نيرف، انت هتكروتني ولا ايه؟ لا مش هكروتك، البيلفيك سبلانكينج نيرف ده عباره عن نيرف شايل باراسمباثيك فايبرز، ده مش رايح العضله، ده رايح للبيلفيك فيسرا، البيلفيك فيسرا بقى اللي هي ايه عندك مثلا الانال كانال سيجمويد ميزوكولون، مش دي كلها حاجات بتاخد باراسمباثيك سبلاي وسمباثيك سبلاي، هو بقى اللي رايح يوصل لها الباراسمباثيك دوت، طالع برده من الروتس بتاعت الساكرال بلكسس تمام. يبقى من الروتس طلع كام حاجه؟ نيرف توبيريفورمز، ليفيتور ايناي، كوكسيجيس، اكسترنال انال سفنكتر، وبيلفيك سبلانكينج نيرف، احفظ دول واكتبهم معايا واحده واحده. طيب البيريفورمز اس 1 و2 والبيلفيك سبلانكينج اس 2 و3 و4 دول يتحفظوا، وباقي الروت صار من اس 4 يعني، باقي البرانشات اللي في الروت صار من اس 4 بس، يعني ليفيتور ايناي وكوكسيجيس واكسترنال انال سفنكتر طالعين من اس 4، انا بحاول اسهلك على قد ما تحفظ بس الارقام صعبه يعني ان انا اسكمها اكتر من كده. طبعا انت هتقولي دلوقتي فين التسكين ده، سكين ده احنا هنهزر، معلش والله غصب عني مش لاقي حاجه اكتر من كده يعني. طيب بالنسبه بقى للفنترال سيرفيس اللي هي البلكسس من ناحيه قدام شويه، بيطلع منها ايه؟ قالك بيطلع منها نيرف 2 كوادريتاس فيموريز، يا دي النيل عليا، نيرف 2 ايه؟ كوادريتاس فيموريز من ال 4 و5 واس 1 ماشي، ايه بقى كوادريتاس فيموريز دي؟ بس هوريها لك دلوقتي. ونيرف 2 اوبتيوريتور انترنس، نيرف 2 اوبتيوريتور انترنس من ال 5 واس 1 و2 احفظهم بقى ماليش دعوه اتصرف. يبقى ان نيرف 2 اهم حاجه بس تحفظ اسم النيرف الله يخليك، يعني اسم النيرف مهم قوي تمام، يعني ما ينفعش اقول لك النيرف 2 كوادريتاس فيموريز تقول لي الرقم وانت مش فاكر اصلا هو جاي منين، لازم تبقى فاكر هو جاي منين الاول خلاص. يبقى الفنترال سيرفيس بيديني ايه؟ برانشين، نيرف 2 كوادريتاس فيموريز ونيرف 2 اوبتيوريتور انترنس، دول برضه عضلتين، مين هم بقى العضلتين دول؟ اسم كوادريتاس دي يعني مربع، كوادريتاس فيموريز اهي، خد بالك النهارده تاني مره اقول كوادريتاس، مره قلت كوادريتاس لامبورم دي كانت تبع اللامبر بلكسس لسه قايلها من شويه خلاص نسيت طبعا معلش، ومره اهي تبع الكوادريتاس فيموريز اهي، كوادريتاس فيموريز دي تبع الساكرا بلكسس، عايز تحفظها كوادريتاس فيموريز ناحيه تحت ناحيه الفيمر، فكده تاخد من الساكرا بلكسس عشان لو لعب في لو لعب بيك في الام سي كيو ولا حاجه. يبقى كده من الفنترال سيرفيس طلع برانش العضلتين، ادي واحده منهم اللي هي الايه كوادريتاس فيموريز، والثانيه اللي هي اوبتيوتور انترنس، فين اوبتيوتور انترنس؟ تعالى اوريك اوبتيوتور انترنس هي فين. تعالى نجيبها بسم الله اهو، دي اوبتيوتور انترنس اهي، دي كده اوبتيوتور انترنس ماشي، امال فين الكوادريتاس فيموريز؟ تعالى اوريها لك اهي، هي دي المربعه دي انا باصص من ورا اهو ناحيه ورا خلاص، يبقى دول طالعين من الفنترال برانشز بتاعت الساكرال بلكسس. تعالى نرجع تاني، يبقى كده حفظنا الايه؟ حفظنا الروتس اللي هي من نيرف تو بايريفورمز، نيرف تو ليفيتور ايناي، وكوكسيجيس، واكسترنال انال سفنكتر، بالاضافه ليه ما تنساش ده البلفيك سبلانكينج نيرف تمام. طيب الفنترال برضه بيدي عضلات، ودي هم عضله الكوادريتاس فيموريز وعضله الاوبتيوريتور انترنس، خلاص كده. طيب بالنسبه بقى للدورسال سيرفيس، بالنسبه ليه الدورسال سيرفيس بيطلع ايه؟ قال لك بيطلع سوبيريو جلوتيال وانفيريو جلوتيال، سوبيريو جلوتيال وانفيريو جلوتيال، يعني ايه سوبيريو جلوتيال وانفيريو جلوتيال؟ بص دي منطقه اسمها جلوتيال ريجون اهي، جلوتيال ريجون خلاص، في نيرف من الدورسال سيرفيس طالع للمنطقه الجلوتيال ريجون دي من ناحيه فوق بسميه سوبيريو جلوتيال، وواحد تاني ناحيه تحت بسميه انفيريو جلوتيال، تفاصيلهم بقى بيعملوا ايه وراحوا فين وجايين منين مالكش دعوه خلاص. يبقى من الدورسال سيرفيس سوبيريو جلوتيال وانفيريو جلوتيال خلاص كده. طيب في حاجه تاني قال لك، قال لك في حاجه اسمها بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف اوف ثاي، بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف اوف ثاي، يعني ايه بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف اوف ثاي؟ بص هو ما معكش تفاصيل بس انا هقول لك، في حاجه ورا كده ده اسمه ساكرو سباينس ليجامنت،
في نيرف بيطلع من الساكرا بليكسس ويروح خارم يخرمه عشان يطلع على الجلد، تمام كده؟ انهي جلد مالكش دعوه برضه، فيبقى اسمه ايه؟ بريفريتنج كوتينيوس نيرف اوستاي. طبعا لو خدته في مكان تاني يبقى في المنهج يبقى تحفظه، انا بس عشان ايه انا بتكلم عن محاضرتي النهارده ماليش دعوه دلوقتي، لكن ليك دعوه انت طبعا. يبقى بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف اوستاي خرم البتاع دوت ماشي، عشان كده سميته بيرفوريتنج، تمام كده؟ خلاص اللي هو ده برضه اهو الليجامنت ده، ما علينا. يبقى من الدورسال سيرفيس طلع ايه؟ سوبيريو جلوتيال انفيريو جلوتيال وبيرفوريتنج كوتينيوس نيرف اوستاي ماشي. ممكن تحفظهم ازاي؟ اثنين جلوتيال وواحد بيرفوريتنج، خلاص كده؟ يبقى اثنين جلوتيال وبيرفوريتنج ماشي، يبقى حلوه اهي تسكيمه اهي. يبقى الدورسال سيرفيس بيطلع منه اثنين جلوتيال وبيرفوريتنج. طيب في بقى برانشات بتطلع من الاثنين مع بعض، يعني من واخده بشويه من هنا وشويه من هنا، مخلطه على بعضها ازاي؟ زي مين؟ هو واحد البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ثاي، خدت دلوقتي اثنين كوتينيوس اهو، واحد بيرفوريتنج تبع الدورسال سيرفيس مالهاش دعوه بيه، انما البوستيرور كوتينيوس نيرف واخد من الدورسال والفنترال، خلاص كده؟ بوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ثاي، بوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ثاي. طيب الترم برانشز بقى هم مين؟ هم اثنين، السايتك. بص السايتك ده يعني هو نيرف، اكبر نيرف في الجسم، واعتقد الروت فاليو بتاعته سهله، ده واخد من كل حاجه في ساكر بلكسس، الاربعه وخمسه واس واحد واثنين وثلاثه، ما سابش حاجه ما خدش منها، ما سابش غير اس اربعه بس، خلاص كده؟ ياخد الاربعه وخمسه واس واحد واثنين وثلاثه. يجي البيودندل خد من اس اثنين وثلاثه واربعه، بيودندل نيرف ماشي. البيودندل دوت رايح على منطقه الايه؟ البرينيوم، خلاص كده؟ المنطقه اللي هي فاهمني؟ المنطقه اللي تحت دي هنا دي كده. برانشز كتيره، ربنا يكون في عونكم، تعالوا نرجعهم تاني. يعني حاولت اظبط لكم الارقام والله، بس ما يعني ما جاش في دماغي اي فكره اظبط بيها الارقام والبرانشات اكتر من كده، فلو حد لقى سكيما ولا حاجه يكتبها في الكومنتات لزمايله يعني. طيب من الروتس نيرف توباريفورمز وفيتور ايناي وكوكسيجيس والانال اسفنكتر الاكسترنال تحديدا، واخر حاجه اللي هو بيلفيك سبلانكينج نيرف، اربع عضلات وباراسمباثيك ماشي. طيب من الفنترال سيرفيس طالع مني عندي كوادرين لعضلتين، واحد للكوادريتس فيموريس وواحد للاوبتيريتور انترنس، خلاص. طيب طب من الدورسال سيرفيس طالع من ايه؟ قال لك اثنين جلوتيال واحد بيرفوريتنج، ادي اثنين جلوتيال اهو اللي هما سوبر جلوتيال وانفير جلوتيال، واحد بيرفوريتنج اللي هو مين؟ بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف اوف ثاي. طيب اللي طالع من الفنترال والدورسال هما مين؟ طالع منهم هو بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ثاي، بوستيريور كوتينيوس نيرف، خلاص. طيب والترمن برانشز هما اثنين، السايتك نيرف ده اكبر نيرف اصلا تقريبا في الجسم اللي هو عرق المسه دوت، وبيودندال نيرف، خلاص كده؟ طيب جه بقى الكتاب عندك عامل لك تقسيمه ثانيه، بيقول لك ايه؟ هنقسمها برده ثاني، هي نفس البرانشات دي بس بدل ما كنت مقسمها على حسب مكان ما طالعه من الروتس من الفنترال سيرفيس من كذا من كذا، هقسمها على حسب ايه؟ على حسب هي سبلايد ايه يعني بتعمل ايه؟ خلاص كده؟ فاكر هما بيعملوا ايه اصلا؟ انت فاكر هما بيعملوا ايه؟ هقول لك. قال لك هنقسمها لحاجتين، برانشز للبلفيك ماسلز والبلفيك فيسرا اند برينيوم، اللي هما مين بقى؟ قال لك اللي هما كل البرانشات طالعه من الروتس بالاضافه للبيودندال نيرف. يعني ايه بقى؟ بص كل البرانشات دي طالعه من الروتس دي، خلاص كده، ومعاهم البيودندال نيرف، دول اول تقسيمه اللي هو اللي رايحين للبلفس. طيب وباقي البرانشات، باقي البرانشات حرفيا اللي هو كل دول كده، دول هم ودول وده معاهم والسايتك، كل ده رايح للور ليمب. يبقى انا لما جيت اقسم التقسيمه الثانيه قسمتها على اساس ايه؟ هي رايحه فين؟ رايحه البلفس ولا رايحه اللور ليمب؟ تمام كده؟ قال لك اللي رايح البلفس سواء بقى كانت ماسلز او الفيسرا او البرينيوم حتى معاهم، اللي هم كل البرانشات اللي جايه من الروتس اللي هم المجموعه دي، خلاص كده؟ دول رايحين للعضلات، ده رايح للفيسرا نفسها، معاهم كمان هنضيف عليه واحد من الترنال اللي هم البيودندال نيرف، خلاص كده؟ انما برانشات البرانشات اللور ليمب باقي البرانشات، فانت لو حافظ البرانشات لو حافظ التقسيمه دي، خلاص كده؟ كده الدنيا سلكت معاك. معلش اسف. كده احنا خلصنا لامبر بليكسس وساكرا بليكسس. موضوع صعب، موضوع صعب، عايز مذاكره، عايز مذاكره، بس يتذاكر بحرفنه، يعني بحرفنه؟ يعني لو ما تمسكش الكتاب بتاعك وتقعد تحفظ كل كلمه فيه، امال هتحفظ حتت؟ يعني مثلا لو حفظت دي خلاص كده هتلاقي في فقره ثانيه موجوده في الكتاب هنا انت شايفها مختصره، تمام؟ شايفها مختصره، لكن في الكتاب هتلاقي في باراجراف كبير قوي عن الكلام ده، فانت اسهل ايه؟ انا خلاص حفظت ان البرانشات اللي رايحه للبلفيك ماسلز والبلفيك فيسرا والبرينيوم هم مين؟ هم الروتس اللي جايين من الروتس والبيودندال نيرف، وانا اصلا اوريدي حفظت دي الروتس. طيب باقي البرانشات غير دول، غير المجموعه دي والبيودندال نيرف، يبقى رايحين اللور ليمب بس، سهل، تمام كده؟ كذلك في اللامبر بليكسس احفظ الخريطه اللي انا رسمتها لك، عايز ترسم واحده من عندك، بس المهم انت تحفظ برسمه او تحفظ بمخطط عشان ما ينفعش تحفظها كده. اتمنى تكونوا فهمتوا المره دي، انا اول مره اشرح حاجه ملعبكه بالطريقه دي، فلو ما يعني لو ما عرفتش اوصل لكم معلومه او ما عرفتش اسكمها ما تكسفوش يعني، خشوا في الكومنتات واشتموني عادي مفيش مشكله، وابعتوا في الفيدباك برده.
عشان انا فعلا اول مره اشرح حاجه ملعبكه بالمنظر ده. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه، ومكنش تعطيكم الساعه اللي هتيجي دول على الفاضي. سلام.